جيرز الله صاحب شركة سياحة. تفاصيل الزيارة للقدس، الأول اللي أنا عايز أقوله للإعلام مدي الموضوع أكبر من حجمه زيادة، لأن عدد الناس اللي بيطلع أو اللي طلع زي ما كتبوا في الجرائد والكلام دوت 20,000 و30,000، الأرقام ديت مفيش شيء من الحقيقة. من بق ضابط الاتصال اللي هو في المجمع اللي تقدموا 8,000، اللي طلعوا لا يتعدوا ال 4,000 يعني، ويمكن أقل. والحاجات اللي شفناها بعينينا الأعداد دي، إن اللي بيتقدم ده فيه بيترفض وفيه بيطلع. فالإعلام مدي الموضوع بروباجندا زيادة، وطبعا ليه أنا مش عارف، هل هي مادة إعلامية بتاعت اليومين دول ولا إيه؟ حتة الأعداد دي بتطلع كل سنة مش جديدة، ممكن السنة دي زادت عليهم 1,000 واحد، يعني قبل كده كان بيطلع 2,000 3 بقى 4. الكنيسة كانت عارفة، بس المقصود بالكنيسة اللي برضو مش واصل للناس كلها، إن الكنيسة دي عدة طوائف، في طائفة أرثوذكسية، في روم، في سوريان، في كاثوليك، في بروتستانت، يعني مش كله يتبع قداسة البابا شنودة. مش زي ما اتقال إن بعد ما البابا تنيح طلع العدد كتير والعدد زاد وكده، لا، اولا اللي بيطلع ده بيقدم قبليها بشهر وشهر ونص وشهرين عشان ياخد موافقاته، الموافقات اللي هي بتيجي من المخابرات ومن المجمع ومن اكتر من حاجه. فالنهارده البابا متنيح يوم 17، لا احنا الناس مقدمه من قبليها بشهر، فالموضوع مش موضوع بعد تنيح البابا وكده، ومش كل الناس مسؤول عنها البابا شنود، يعني بقيه الطوائف الثانيه مش مسؤول عنها البابا شنود. انا عن نفسي وارثوذكسي انا ما استاهلش ان اطلع الاماجد ديت، فلما جت الفرصه طلعنا. انا اسمع كلام الكنيسه فيما يخص الانجيل، فيما يخص العباده المسيحيه نفسها، لكن فيما يخص السياسه الموضوع هو سياسي بحت. فيما يخص السياسه لا، يعني لما يجي يقول انتخب فلان وما انتخبش فلان، ما لا، ما لهمش علاقه بيك نهائي هناك، يعني الناس فاهمه ان انت من اول ما بتنزل من الطياره بيستلمك يهودي ولا اسرائيلي، انت ما بتشوفهمش غير في المطار وانت داخل بيشيكوا على الباسبور بتاعك، ومن بعديها ما بتشوفهمش غير اللي عند حائط المبكى واقفين للطقوس الدينيه بتاعتهم، وما لكش اي معامله نهائي فيهم نهائي. يعني احنا المعامله من الاي تو زد فلسطينيين. يعني معاك يوسف راغب، يعني من ضمن المجموعات اللي طلع القدس. على فكره انا موضوع برضو للمره الثانيه بنكررها، ان احنا ما سافرناش بعد وفاه سيدنا، لا احنا ابتدينا اجراءات السفر اثناء وجود سيدنا، يعني الكلام ده قبل النياحه مثلا بشهر. وطبعا كلنا رحنا، واقول ايه يا رب اللي ما راحش يروحها، عشان دي مكان مش هيكرر تاني. انت حدث الكتاب المقدس كله بتمشي، يعني السيد المسيح الانجيل بيحكي حدث، انت كل حدث ده موجود في القدس. فبصراحه مكان يعني الواحد يتمنى ان هو يبقى، اقول ايه، تبقى الزياره دي على طول موجوده، ومن احسن الاماكن اللي الواحد شافها في حياته. مره رحت سنه 97 برضو مشيت على تعليمات سيدنا، وساعتها رحت كنت برضو من ضمن الافواج وقدمت اعتذار لسيدنا، ورحت هناك وقعدت حوالي 15 سنه من 97 15 سنه ما طلعتش. طلعت السنه دي برضو شغفا في المكان، وما لا ما خدتش اي تصريح، لا ما خدتش اي تصريح. وانا على فكره كنت مقيم في بيتلح، فندق صاحبه فلسطيني، عربيه صاحبها فلسطيني، شركه سياحه صاحبها فلسطيني، مرشد خالد ده من الشخصيات الجميله قوي فلسطيني، و يعني اقول ايه، كله فلسطيني، وحتى الناس نفسها قالت احنا نايمين وفي القود عندنا، انتوا جيتوا نعشتوا الحركه شويه. يعني انت دلوقتي الناس فعلا لو احنا نسيناها او مصر نسيتها او العرب نسيوها، الموضوع ده هيتنسي. انت عندك انت جبل ابو غنيم ما تعامل برضو في في في, في نسيان من العرب. يعني احنا برضو مش ضد كلمه تطبيع، دي كلمه كبيره قوي علينا، احنا مش بتوع تطبيع ولا اصلا لينا علاقه بيه، لا من قريب ولا من بعيد بالنسبه كيهود. احنا ما علينا غير مرينا من منفذ طابا ورجعنا من منفذ طابا، احنا على عكس اتفاقيه السلام اللي هو قال لك نخش لغايه بير 7، احنا لا دخلنا بير 7 ولا غيره في السنين عمرها اللي فاتت، زي ما هم بيخشوا عندنا شرم الشيخ، لا احنا دخلنا على القدس ورجعنا من القدس. انا اسمي فيكتور عدلي، من الناس اللي رحت زرت القدس السنه دي. واحنا هناك سمعنا
ان الاعلام خرب الدنيا علشان رحنا الاماكن المقدسه. طب انتوا بتتكلموا على قراءه السجاره، هي مصر ما فيهاش غير لك بطل السكس الشيخ كاتوليك. او حضرتك كاتوليكي؟ انا كاتوليكي. اه طب انا اخد تصريح من البابا بتاعنا نروح القدس، لان البابا بتاعنا يختلف عن قراءه السجاره. البابا بيجي من هنا بيقول ان ما رحتش القدس. احنا ما بنعملش حد في الحاجات الدينيه، كلامش في السياسة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. احنا معانا قداسة البابا في روما دي حاجات مقدسة ما حدش يقدر يتكلم فيها، ما حدش يقدر يمنعني منها. انا ماشي سبع الانجيل. ايه اللي انتوا عاملينه في الاعلام ده؟ ايه اللي بتقولوه في الاعلام ده؟ وانا النهارده لو في خلاف مع السعودية تقدر السعودية تمنعني ان اروح اماكن مقدسة؟ لو في خلاف مع مصر تقدر النهارده السعودية تمنعني من ان اروح الاماكن المقدسه ولا عشان احنا مسيحيين وخلاص؟ لو في خلاف مع اسرائيل احنا مش رايحين اسرائيل، احنا رايحين اماكن مقدسه. انت رحت كم مره؟ انا رحت بقى 10 مرات. 10 مرات؟ اه. ولو كل سنه هروح برضه. انا النهارده بأدي طقوس دينيه. والنهارده عندنا من زمان من الاربعينات ايام جدودنا ما كان بيسافروا بالقطر. الكلام ده موجود من زمان. لان دي طقوس دينيه. وبعدين الاسبوع ده بالذات اسبوع الالام ده طقس ديني وبيطبق عليه زي الحج المقدس. ده شبيه بالظبط زي كاني رحت الاماكن المقدسه في السعوديه. تمنعني عن ديني ليه؟ تحرمني من حاجاتي ليه؟ وجاي تقول لي اصل بطبع مع صهيون. انا مالي مصريين؟ اذا كانوا فلسطينيين النهارده بيعيدوك وبيقول لك ليه ما تبعتوش إن لازم تظهروا تبانوا. تحس ان احنا في عرب داخلين مصر داخلين اسرائيل. احنا بناكل ونشرب وننام مع الفلسطينيين. كل الفنادق الفلسطينيه بنتعامل معاها مش بنتعامل مصري باي حاجه.